السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخ، عندي سؤال، ماذا يجب على المرأة في الصيام على عكس الرجل؟ يشترط لصحة صيام المرأة إضافة إلى النية الطهارة من الحيض والنفاس من الفجر في وقت السحور إلى المغرب في وقت الفطور، وإن تعذر عليك ذلك فيلزمك قضاء ذلك اليوم فيما بعد رمضان إن شاء الله.